يلا هنا دي. بصوا يا جماعه كلنا رايحين نودي الثلاجه. تخيلوا اما العيله دي الناس اللي تحت العيله دي كلها غير الناس اللي واقفين تحت عشان يروحوا يودوا الثلاجه. يا صباح الفل عليكم، يا صباح الهنا. النهارده قعدت قلت لا بقى، لازم ادلعهم اعمل لهم شويه اكل كده يرم عظمهم ويدفيهم في الجو البرد ده. العيال متبهدلين معايا وانا متبهدله في شقه نادين وهيصه كده. قلت النهارده اعمل لهم بقى بطايه كده وادخلها في الحله، حاله الضغط عشان نخلص بسرعه. وابراهيم جاي، قلت ابراهيم ملوش في البط قوي، ونادين قلت ما اعمل لهم فرخه كده، فجبت حله اللي هي التبر وردي، احلى حاجه بحبها. حطيت فيها دبس رمان، لا صويا صوص، وحط عليها ليمون وخل وشويه صوص بابريكا بابريكيو، وحطيت عليها معلقتين صلصه. والبهارات بقى حطيت بهارات فراخ وشويه جنزبيل وملح وشويه حبهان وورق لورا كده يعني. وتبلت فيها الفراخ دي كده قيمه نص ساعه، يمين وشمال ويمين وشمال كده، ومن جوه كده تاخد طعم التتبيله. دلكيها واعملها مساج. بعد نص ساعه بقى كده كان عندي بطاطسيتين قطعتهم على بصلايه على اي خضار بقى عندك، حطي قرن فلفل احمر قرن فلفل حامي اللي موجود ايه حطيه، وبصلايه طبعا كده عشان الخضار ده هيبقى زي الصينيه كده، والفراخ هتنزل بقى السمنيه بتاعتها وهيستووا كده ببعض من غير ولا نقطه ميه. فكره ما بحطش في الحله دي ميه وبتنزل ميتها، هوريكم دلوقتي. وحاجه زي الفل، طماطميه قطعتها حلقات وفلفل قطعته كده يمين وشمال. وبعدين بس انا عايزه انزل الخضار ده تحت واخلي الفرخه فوق عشان الفرخه ايه يعني هو انا بحب احطها كده وهتاخد لون كمان من فوق. ودخلتها الفرن وقلت بقى ايه اعمل لهم شويه خضار كده يدفي. قليت بصلايه وعصرت كده طماطم كده في بالهاند بلندر في ساعتها، واول ما البصلايه بتاعتي دبلت نزلت عليها بالسبانخ. كان عندي كيس سبانخ كيس ونص في الفريزر، طلعتهم قلت عشان اعمل حله سبانخ كده كبيره حلوه. وبعدين نزلت عليهم بحبة خضرة ونزلت عليهم بالطماطم اول ما استسبق السبانخ كده اخرت غلوة، وملح بقى وحبة فلفل. وكانت البطة استوت ما شاء الله، دخلتها في الاير فراير من غير زيت ولا اي حاجة وحمرتها، ما بتاخدش معايا وقت. والسبانخ كده بقى ايه شكشكت كده واستوت وبقت زي الفل. قلت بقى ما احط في الطاسة كده 3-4 فصوص ثوم، كانت الفراخ اخدت لون من الناحيه دي فاستوت، فقمت نقلها الناحيه التانية ودخلتها الفرن تاني. بفتح كده الصدر عشان ما شاء الله الفرخه دي كانت كبيره شويه، فالصدر بتاعها كبير فيدخل كده صوص كده ويستوى بسرعه. التوم كان هيتقلب عليا بالزيت بس الحمد لله ربنا ستر، ما هو ده ستر ربنا بقى. حطيت شويه كزبره ناشفه على التومه، وفي الاخر هتشها كده على شويه السبانخ بقى اللي ريحتهم بقى بصوا قلب البيت. اي والله يا سلام بقى على شويه السبانخ دول، تاكلي صوابعك وراه. كنت عملت الرز، غرفت بقى الرز كده وقعدت اغرف بقى، وانا بغرف كده كان ابراهيم اجى قعد ايه يشوف الحاجه اللي نادين جايباها. 114 انت بتعاين البضاعه قبل ما تاخدها. بشوف امها عايز اخد الجاكيت ده ليه؟ مش معنى انت جايب لها حاجات من الحلوه وجايب لها ارخص حاجه. انا جبت لك حاجه رخيصه يا ابني، جايب لها من التوحيد والنور. انا جايب لك من التوحيد والنور، من التوحيد بيغلط في التوحيد، ماليش دعوه. هو لا رايك في الحاجات دي والله حلوه عجيبه صرفه ومكلفه. مد ايدك بقى كده، ده كلها حاجات يعني ببلاش يعني بلاش، ده زي واحد 500. مد ايدك والليله ده البلطو ده لوحده ب 1000 وحاجه والله. 1000 ويه ده حته البتاع ده 1000 ويه. ليه يعني؟ انا لو اعرف بقول لك تركي. والنعمه بقول لك تركي. ليه صحتي بقى هتدفع؟ لا هات يلا ده انا بص ده احلى. بتدفع فلوس يعني حاجات؟ هجيبك كمان حاجات ليك. اجيب كمان حاجات ليك؟ ما تجيبليش حاجه ده تخرب بيتك يا نشوى. كده خلصنا خناق، قلنا بقى ايه اغرف بقى بقيه الاكل. عملت الاكل كده وقعدنا اتغدينا، غرفت الرز وعملت السبانخ والبطاطس وظبطت الدنيا كده عشان شويه لقمه كده تدفي الجو البرد ده. العيال عايزين لقمه رز سخنه، شويه شوربه سخنين، شويه خضار سخن كده، ولا السبانخ طالعه بصوا فظيعه. السبانخ دي يا حلاوتها يا جمالها. اي والله. وبعدين كمان كنت كاتنين واقفه معايا بتاخد الاطباق توديها بره، والبطه طلعت اخدت اللون الحلو ده، والفراخ كمان ما شاء الله استوت. بصوا الصوص اللي نازل منها كله ده ما حطيتش ولا كوبايه ميه، والخضار اللي فيها كمان ماسك نفسه مش مهري ولا حاجه، واكل كله كان تاكل صوابع الكره. استبانخ بقى بالفراخ والبط والبطاطس كده، وعملنا وليمه واتغدينا. بعد ما اتغدينا قعدنا بقى ايه قدام التلفزيون نناكف في بعض بقى، كل واحد يضايق التاني بقى ونقعد ننزل على بعض. تعالوا نشوف نادين عملت فيه ايه. دي كنت عايزه اكلمك في موضوع. فسيب التليفون عشان بتكلم. وبعدين نادين تلبسي ايه بقى وهتعملي؟ احكي لي احكي لي احكي لي، احنا قاعدين فاضيين احكي لي.
احكي لي احكي احكي قولي من الاخر انك مش عايزين امنتج ومش عايزين اشتغل لقناتي عشان ايه من الاخر عشان ايه لا قولي جمله في غيره ما بيننا تقولي حقد تقولي انت غيرانه ومش عايزين امنتج عشان اقسم بالله قاعده جنبها بمنتج من كل ثانيه استني اوريك انا جبت ايه طب شفتي بقى انا عملت ايه مع الراجل ده انا جبت لك سرير وعماله تحكي لي حكايات ما بتحكي اه والله بتقول كده فعلا بتقولي ايه بتقولي انت انا باين عليكي قوي انك مش عايزين امنتج عشان ايه باين جدا والله حتى بابا لاحظ حقا يا ابراهيم هو لا لا ما حصل هو اللي كده بتاع المنافسين منافسين بقينا منافسين مع بعض بقينا منافسين المهم يا بنتي انا دي احكي لك بقى المهم بقى يا ولا يا ابراهيم اتاخرت والله المهم احنا ورانا ايه بنت مش مهم تمنتجي النهارده انا منتج اي يوم انا عايز العب لعبه اه وانا عايز العب على الموبايل ده عايز العب هاتي طيب لا احنا دلوقتي هناخد الثلاجه مادام امير هنا وابراهيم هنا وعلي هنا هناخد الثلاجه ما ابراهيم ما هوش هنا بقولك بدمها تشيلون ينفع ينفع بقى انا عريس تشيلون التلاجه هي تلاجتي بتعذب انا بتعذب عندكم على فكره انا بتعذبوني هشيلوا التلاجه لوحده عشان اعرف ايوه اسمعني انت لما تشيل التلاجه من دلوقتي لا مش مستعد يعني لو انت اشتلت التلاجه يبقى هتشيل بنت طول العمر على راسك والله بنتي هي والتلاجه واحد نفس الدور ترضي يعني اشيل بنتي يعني لا ما تشيلش بنتي ترضي يعني لا ما ارضاش اشيل بنتي بنتي هي والتلاجة واحد رد عليها هي والتلاجة واحد هي والتلاجة حاجة واحدة اللي بنتك تلاجة يعني اظنها تقيلة صح؟ قلت كان قصدك تلاجة قصدك اللي تشيل بس اللي مع بعض اللي عاجبك اللي عاجبك خده رد عليها انا برد عليها وكل حاجة رد عليها كده ترضي لا قول لها نادين حلوة نادين حلوة يا ولا ما عدتش ده هتنفخك خلاص ماشي انا هروح اغير هدومي عمال من العربيه تيجي مع ان بصوا كلهم نايمين على الكنب والله علي نايم على الكنب وامير وابراهيم عايز ينام ومحدش عايز يقوم يشتغل حاجه تقولش كانت تلاجتي بس لا مش مشكله عجبتني بصي الحركه دي حلو حاجه حلو مور حلو مره روح اتفرجوا على عالم نادين جايبه شويه هدوم لسه جاي اعمل اعلان لنفسي تعالوا شوفوا الهدوم اللي انا جايباها بجد تحفه كلها انت اللي جايباها يا بنتي ماما جابت لي موني وانا جبتها عادي يا ماما تكل بفلوس على فكره انا قصيت ايه فيلي كده لا والله انا سايبه بقى قصيتي ايه بقى قصيتي ايه بقى قولي قولي قصيت بابا بيقول لي انا انا كان عندي واحد زي ده زمان ابوكي مقتنع 100% ان كل الهدوم اللي انت لابساها دي كانت بتاعتنا مين يا علي اسمها ايه مجدة عارفه مجدة ممدوح مين ممدوح مجدة ممدوح ما تعرفهمش بس خالته نقفل بقى اشتل يا علي حرام عليك يا زق اشتل حرام عليك يا علي زي ما قلت والله يا ماما عشان تقول حرام عليك يا علي يا نسبتي كنت لسه هزغرط ما لحقتش ازغرط اشتل معاهم يا علي حرام يا علي طب بصوا بصوا احلف لكم ان هو مش شايل طب بيكذب عليكم هو مش شايل حاجه دي ستة ايوه هو ايوه اصلا شوف 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 علي وريني كده علي انتوا كلكم رامين الحمل على ابني هي دي كده شايل طب والله العظيم طب والله العظيم انت ما انت شايل يا علي الله بل بتحرك كده انت استنوا بالله اوعوا تخبطوها ولا بتعملوها اللي يقع فيكم مش مشكله في ده الثلاجه يلا هنا دي بصوا يا جماعه كلنا رايحين نودي الثلاجه تخيلوا اما العيله دي الناس اللي تحت العيله دي كلها غير الناس اللي واقفين تحت عشان يروحوا يودوا الثلاجه الثلاجه فقط احنا عشان تعرفوا بس يعني احنا عندنا الشوار شوار هسبقكم انت اللي هتشتري الثلاجه لوحدك لوحدك احنا بنعذبه على فكره يلا هاتي معاك شوش كل شويه بتاخدي بتاع طيب تقضي هتقضي بس واحد يقف بره والتاني يزقها من هنا سموا بالله سموا بالله الحمد لله بشويش والنبي وقت تتخبط بشويش سموا بالله اتخبطت بشويش يا امين سلام ايدك برضو برضو شايل الخيط برضو شايل الخيط هتشلني بسم الله بسم الله ما شاء الله دي وصل اخر العمارة ما شاء الله بسم الله يلا يا عبالي لما جيت
اقعدي يا نانو يا نانو. معلش بنتي بتحب تركب التروسكري. معلش معلش لا يا نانو. يا ابني يتفس... لا ما بيتفتحش ما بيتفتح. هتقضي هيقضي هيقضي يا رجالة هتقضي والله يا ابني. تعال نطلع احنا عشان ما حدش يلبسنا نشتري حاجة. يلا انت هتشيل بنتي من دلوقتي. اوعي تشيل حاجة يا بنت. لا اوعي تشيل حاجة يا بنت. هتشيل ايه يا ولد؟ لا يلا يا نانو. بنتي نانو كانت تطلع من التلاجة؟ اه والله كلنا جينا شيل التلاجة الحمد لله. عشا ابطال عشا ابطال. لا ولاول مره ولاول مره علي يشتل بجد ولاول مره علي يشتل بجد. اللي سمي بالله سلم من بالله كده. خش خش يا علي خش. حسبي يا نانا. هتتكسر هتيجي العروسه المكسوره. محدش بيقعد على حد على الكنبه. مش قادره مش قادره. انت كنت فين؟ دفيني. الولا اخد الولا اخدها يروحوا على المكنه يجيبوا الفستان ينقوا الفستان. جايه متكتكه وطلعت قعدت فوقي على الكنبه. ماما قادره. عامله ايه؟ الحمد لله زي الفل. رحت لقيته ايه؟ البدله. بدله مين؟ رهيب. ارميك على الارض دلوقتي. انت كنت رايحه تلاقي بدله ابراهيم ولا فستان الفرح؟ ما انا ما لقيتش حاجه عجباني. بقالنا اسبوع بقالنا 10 شهور من يوم ما اتخطبتي وانت بتلفي. من يوم ما اتخطبتي عايزه نار فيها. من يوم ما اتخطبتي وانت بتلفي تجيب الفستان يا بنت. اه فين الفستان؟ في الاتيليه. ما الفستان في الاتيليه. ما انا فاهمه. جبتي؟ هجيبه ان شاء الله. حرام عليكي ما عادش وقت. شوفي انا صورت لك حاجه. طب جبتي كوافير؟ ايه حجزتي الكوافير؟ مش لاقي حاجه عجباني. لا كوافير عاجبك ولا فستان عاجباكي؟ عوض عليا عوض. بس تغطي حاجتي تغطي تغطي يا اختي. والله ما قادره. قلت لك انا جايبه لك ايه؟ انت بتشكلي على رجلي ليه؟ ما شيبسي بالكنتاكي. والله عايزه ادوقه. ما انا جبت عيش كنتاكي عشان تدوقي.